القواعد العنقودية التي قام النظام السوري بحصرها على بلدة كفر زيت في ريف حماه. هذه هي القنابل العنقودية التي رصدها الناشطون في كفر زيتا في سوريا بعد استخدام نظام الأسد لها. وسجلت منظمات دولية استخدام القنابل العنقودية المحظورة دوليا في 9 محافظات سورية على الأقل. منظمة Human Rights Watch ذكرت أن القنابل التي حصلت على صورها من ناشطين في كفر زيتا تصنعها روسيا، ولم يسجل استخدامها في الصراع من قبل، كما لم يكن معروفا أن لدى النظام مخزونا منها. الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت هي الأخرى أن استخدام هذا السلاح الفتاك تم في مناطق مأهولة بالمدنيين وخالية بمعظمها من المسلحين، ووقع ضحيتها أكثر من 120 مدنيا، نصفهم تقريبا من الأطفال، إضافة إلى مئات الجرحى. الله أكبر! الله أكبر! ناشطون من كفر زيتا تحدثوا للمنظمة الدولية وللشبكة السورية، أكدوا أن مصدر القذائف كان مطار حلب العسكري الواقع بيد قوات النظام، ويحذر الخبراء من أن مخاطر القنابل العنقودية لا تنتهي بعدد الضحايا التي توقعها لحظة انفجارها، بل بعشرات الذخائر غير المتفجرة التي تخلفها هذه القنابل بعد إطلاقها، والتي تنفجر لدى اقتراب أشخاص منها من دون أن يعلموا بوجودها، ويمكنها أن تشكل خطرا على المدنيين لعشرات السنين إذا لم تتم إزالتها من قبل خبراء مختصين.